الله الله على الأزهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد أوشك أن يدخل شهر رمضان، بقي أقل من أسبوعين، وشهر هو شهر مبارك، شهر رمضان. والأصل أنه يجب على المؤمن والمسلم أن يعيش في مقام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد ظهر ذلك من حال سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما ورد في الحديث. فإقامة نفسك في العبادة أكثر في رمضان يظهر، تتفرغ للعبادة، تتفرغ أولا القرآن، فتزيد في القرآن وقراءته ومراجعته وحفظه. فإذا كنت مقصرا في شيء من ذلك، فعليك أن تصل فيه إلى أكمل ما يكون بالنسبة لما هو متاح لك، فلا تخلي يوما عن قراءة جزء كاملا، ولا تخلي يوما عن شيء من الحفظ من كتاب الله تعالى، وشيء من المراجعة. ويسهل المراجعة في النوافل والفرائض، أنك في النوافل والفرائض خصوصا السرية، أن الفرائض السرية أنك بتقرأ وتراجع ما كنت حفظته، سواء حفظ قديم أو جديد. فيبقى عندك بالنسبة لكتاب الله تعالى رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتراجع عندك منهج قراءة، يبقى تقرأ كل يوم جزء على الأقل. فإذا عملت أكثر من ختمة يبقى كثير. حتى أن الأئمة كانوا يهتمون برمضان، فكان الشافعي رضي الله تعالى عنه في رمضان له 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، كل يوم يختم ختمتين، سيدنا الإمام الشافعي صاحب المذهب. وكان العلماء يتركون العلم ويتفرغون للقرآن في رمضان. فيبقى عندك منهج قراءة ومنهج حفظ ومنهج مراجعة، والمراجعة بتكون سهلة، إما بتجلس لتسمع على نفسك أو تسمع على أحد، أو أنك أنت تقرأ ما حفظته وتراجعه في الفرائض والنوافل، وتهتم أيضا بالنوافل. ففي نوافل الإنسان يتركها، يبقى طبعا فضلا عن الفرائض، يبقى الفرائض مستقرة تماما، يبقى تزيد في النوافل التي لا تصليها إلا نادرا. سنة الوضوء، توضأت مرة والوقت يسمح بسنة الوضوء، صلي سنة الوضوء. تحية المسجد، دخلت المسجد والوقت يسمح بتحية المسجد، صلي تحية المسجد. فورد حديث أن النافلة في رمضان تعدل فريضة، وأن الفريضة تعدل 70 فريضة، يعني هيكون النفل دي كأنك صليت فرض. فده من باب بركة الوقت، أنك أنت لا تقصر في تلك النوافل. وحتى لو كان هذه نوع من الشرة، أو الشرة اللي هو الإنسان بيجد نشاط فيفعله، فيجوز أن يخصص رمضان بذلك. يبقى تحاول تواظب على جميع النوافل، الشفع والوتر، الصلاة في جماعة بقدر إمكانك، التراويح لا تفوت شيئا من ذلك، حتى تقوم في مقام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتتحقق به. وذلك كما تقتدي أيضا بسيد الخلق، فإنه كان يعني يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وأنك تنوي طبعا في أول الليلة من رمضان، تنوي صيام الشهر كله، وتنوي الصيام إيمانا بالله وتصديقا أن الصيام مفروض عند الله تعالى، واحتسابا عنده سبحانه وتعالى مما تجد من المشقة في الصيام أو في الصلاة أو في القيام،
فتحتسب هذا الأمر. للأحاديث الواردة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر غفر الله له إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه الروايات كاملة موجودة في كتب السنة عن الثلاثة أشياء: عن صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر. وتيجي في كل يوم تنوي، وكان الصالحين إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقي أفطرت، نويت الصيام غدا من رمضان، فيكتب من هذه اللحظة له أجر الصيام طول الليل، وحتى يكون قد استحضر النية. وهذا فعل الصالحين في الأمة. وهكذا أيضا لما تذهب للقيام استحضر أنك تقوم لله تعالى مؤمنا به محتسبا عنده الأجر والثواب وما تجد من المشقة. وعننا الله تعالى على ذلك وقوانا على ذلك، وربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامك كلمتين، يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء.